واحد من اول حيوت اللي عملتها كان في جابس في عام 98 كي بديت الجرافيتي، وتوا معناها 14 سنين بعد رجعت البلاد مني في جابس باش نرسم على اطول سمعه في تونس في مازن جارة. اول مره نرسم على جداريه عموديه. الكتيبه في الحيط هي آية قرانيه: يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والادب هو كيف تلهم الناس المختلفين على التقارب وعلى التحاب وعلى الاتحاد.